السلام عليكم دكاترة، معاكم دكتورة رنا داوود، صيدلانية وإحصائي طبي. النهاردة هنكمل كلامنا في آخر جزء في الستادي ديزاينز، وهو الميتا أناليسيس والسيستماتيك ريفيو، وهو طبعا أعلى قمة الهرم فهو الأقوى. السيستماتيك ريفيو والميتا أناليسيس، هو السيستماتيك ريفيو هو سمري ل literatures اللي موجودة في موضوع معين. يعني هنا أنا ما عنديش human subjects بتدخل عندي، هنا السامبل عندي بتكون مجموعة من البيبرز اللي نشرت في نفس الموضوع، بنجمعها ونشوف الريزلت بتاعتها ونبتدي نعمل لها زي assessment evaluation كده، ونجمع النتائج دي كلها وفي حاجة بنسميها systematic review زي summary ليها. طيب لو انا اخدت النتائج دي وعملت عليها اناليسز، خدت البيبرز ونتائجها دي وعملت عليها اناليسز، بقيت بعمل حاجه اسمها ميتا اناليسز. السيستماتيك ريفيو مش شرط دايما يكون معاها ميتا اناليسز، يعني بعض الاحيان بيعملوا سيستماتيك ريفيو بس، واحيان يعملوا سيستماتيك ريفيو اند ميتا اناليسز. لو عملوا تحليل احصائي للنتائج للدراسات الموجوده بيبقى ده اسمه ميتا اناليسز. طيب ايه هي المشاكل اللي ممكن تحصل منها، او ايه هي ممكن تكون العيوب؟ ان انا لو ما جمعتش بشكل كويس اثناء عمليه التجميع الدراسات الخاصه بموضوع ما، ده ممكن يوصل عندي ان انا اطلع بكونكلوجن مش مظبوط، هيكون نتائجي ممكن يكون فيها مشكوكه شويه. طيب النوع ده مميزاته ايه؟ زي ما احنا شايفين احنا ما جبناش سبجكت، ما عملناش حاجه وما تابعناش، مش زي مثلا الراندمايز كنترول. لا، هنا هي تعتبر رخيصه وقويه جدا، لان طبعا لما مثلا هتجيب 3 4 كلينيكال ترايلز مع بعض وبتبتدي تشوف النتائج بتاعتهم وتعمل لها سمرايزيشن، او تعمل بينهم مثلا ميتا اناليسيز، تعمل لهم اناليسيز النتائج دي كلها مع بعض، طبعا ده هيطلع عندي حاجه افضل كمان من الكلينيكال ترايل واحده، لما يكونوا مجموعه كلينيكال ترايلز مثلا مع بعض وبعمل لهم النوع ده من التحليل. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من المحاضره بتاعت النهارده، وفي انتظار دايما اسئلتكم وتعليقاتكم. وطبعا النهارده كانت اخر جزء معانا في السلسله بتاعت الستدي ديزاينز، ان شاء الله نكون لنا لقاء تاني في سلسله جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.